كابتن عمرو السوليه، اولا انت من هواه افلام الاكشن ولا افلام الرعب؟ الاثنين. فيلم اكشن ده ولا فيلم رعب؟ لا دراما. دراما، قلبها دراما من الاول ليه طيب؟ اه تغيير. ازيك يا عمرو؟ يا لو عامل ايه؟ تحب الافلام الاجنبيه؟ اه طبعا. سله اكشن يعني، بتحب الاثاره وكده ولا؟ اه الاكشن اكتر حاجه. ليك ممثل يعني من معجبين بتحب تتفرج عليه؟ احنا يمكن جينا زمان نتفرج على سيلفستر سالوني وارنولد شوارزنيجر بس في ناس كتير دلوقتي يعني. مش شبك يقول طباعك هاديه، مالكش في الاكشن والحاجات الاثاره والطنطي؟ لا ما انا اتخانق. لا افلام بس. من عليك، اخبارك ايه والدنيا عامله معاك ايه؟ الحمد لله كله تمام. هسألك على بطولة افريقيا، انك فتحت معايا الحديث فيها قرعه البطوله والمجموعه اللي معانا فيها الترجي التونسي، كامبالا سيتي الاوغندي، فريق من بوتسوانا. شايف البطوله ازاي والمجموعه اللي فيها النادي الاهلي وردود فعلك واحساسك بهذه البطوله؟ اكيد مجموعه قويه طبعا يعني، الترجي فرقه كبيره والمواجهات بيننا وبينهم بتبقى قويه ولها طابع خاص. انا شايف يعني الفرق الثانيه يعني فرق افريقيا وكده ما نستهونش بيهم يعني. السنه اللي فاتت برضو كان فرقه زناك وما كانش حد يعرف عنها حاجه وكانت متصدره لفتره كبيره يعني في المجموعه. اتمنى يعني ان شاء الله يعني ان احنا نقدر نحقق المطلوب ونصعد ونكمل في بطوله افريقيا بشكل كويس ان شاء الله. ولما تبدا اول مباراه ليك مع الترجي في القاهره يوم 4 او 5 او 6 مايو القادم ان شاء الله، شايف البدايه افضل ولا كنت تتمنى مواجهه الترجي مثلا في المراحل الختاميه في الدور الاول او الدور الثاني؟ لا يعني طبعا كنا نتمنى مواجهه الترجي طبعا في الادوار اللي بعد كده، بس حاجه كويسه ان هم معانا في المجموعه. هيبقى في مباراه هنا ومباراه في تونس ان شاء الله، اول مباراه على ملعبنا بوجود الجمهور ان شاء الله نقدر نحقق نتيجه ايجابيه ونعدي يعني من المباراه دي. هو المنتخب الوطني خلاص بدا مرحله الاستعداد لكاس العالم ونتمنى له التوفيق، وبالتاكيد اسمع منك رايك برضو في المساله دي. لكن ناس كتيره بتسال، والله بجد بامانه مش عشان بسجل معاك، هو عمرو السوليه فين من المنتخب؟ عايز اعرف تعليقك على الجزئيه دي، وانت بتدعم المنتخب وبتتفرج وبتتابع وبتمنى لهم التوفيق برضه، عشان الناس ما تاخدش الامور بشكل سلبي لو احنا بنتكلم على المنتخب في التوقيت الحالي. مفيش اي حاجه طبعا، الواحد بيأدي المطلوب منه وبيعمل اللي عليه وبيتعب وبيجتهد وبيحاول يطور من نفسه ان هو يوصل لاعلى مستوى. طبعا يعني في الاول وفي الاخر دي وجهه نظر مدير فني، شايف ان المجموعه اللي معاه دي هي المناسبه الفتره دي. انا شايف يعني عندي فرصه ان شاء الله ان انا اكون موجود الفتره اللي جايه، ويعني مش هيأس يعني، هجتهد اكتر وهتعب اكتر ان شاء الله يعني. اكيد ده خير طبعا محدش عارف. ان شاء الله اتمنى ان انا اكون موجود الفتره اللي جايه في منتخب مصر واساعد المنتخب طبعا في كاس العالم ان شاء الله. مش هتيأس؟ لا، عايز اعرف معنى الكلمه، لان الكلمه معناها كبير، انك حتى على الاقل في تواصل مع جهاز المنتخب، حد منهم كلمك؟ ما فيش تواصل ولا حاجه، بس يعني الواحد لازم يتعب ولازم يعمل اللي عليه، وسواء رحت المنتخب او ما رحتش لازم تكون راضي عن نفسك. يعني ان انا اوصل لمرحله ان انا ما كنتش قصرت او اندم في الاخر، ان انا اقول مثلا ان انا قصرت في مجهود او في تعب او في مباراه، فدي اهم حاجه، ان الواحد يبقى بينه وبين نفسه عارف ان هو مش مقصر وعمل اللي عليه والباقي على ربنا. جمهور الاهلي طبعا ان شاء الله يعني ببارك لهم على بطوله الدوري وان شاء الله بطوله كاس مصر وبطوله افريقيا طبعا الغايبه عن النادي، و وجودهم معانا الفترة اللي جاية هيفرق معانا كتير، وإن شاء الله يعني نوصل لحلم بطولة أفريقيا إن شاء الله.